أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نبدأ بهذا السؤال الذي يقول فيه صاحبه: حفظك الله فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين الآية قول الله تعالى وإن طائفتان وحديث وقتاله كفر، وإن حديث طائفتين وإن طائفتين وحديث وقتاله كفر سباب المسلم فسوق؟ نعم، قلنا كفر أصغر، هو كفر لكنه كفر أصغر، مسلم لكن عنده كفر وكفر أصغر. المسلم قد يكون عنده كفر أصغر، يكون المؤمن عنده كفر أصغر، لا يتنافى مع الإيمان. نعم، الآية وإن طائفتان،